الأغلبية مع عمار برهان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. يمكن من أفضل القوانين اللي أقرت مؤخرا هو قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، هذا الخاص للعمال. مع إقرار هذا القانون تحول العامل العراقي من عامل بلا أي حقوق تقاعدية ولا حتى اجتماعية إلى عامل آخر، عامل يعمل في القطاع الخاص وينافس موظف القطاع العام بالحقوق والامتيازات. ورح نشرح مع ضيف حلقتنا اليوم كل هذه الامتيازات اللي ضمنها قانون العمل والضمان الاجتماعي المقر مؤخرا، والأهم من هذا هو تفاعل العمال مع هذا القانون، إقبالهم على استمارة التسجيل. يعني الوعي العمالي بعد إقرار القانون بدأ يشتغل، وبدأ العامل يطالب بحقوقه مع أرباب العمل. أرباب العمل دير بالكم، الدليل هو كثرة الأسئلة التي ترد لدوائر وهيئات وزارة العمل واللي تتعلق بسنوات الخدمة وكيفية إضافتها أو شرائها. طبعا راح نجاوب على أغلب هذه الأسئلة خلال الحلقة، وما راح ننسى أنه نتحدث عن الزيادة اللي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا قبل يومين لفئة العمال المتقاعدين. للحديث عن الضمان الاجتماعي، المبادرات وتفعيل القانون، ابقوا معنا مشاهدينا. اخوان، هاي وزارة التربية وهاي وزارة الصناعة، اكو ربط بيناتهم؟ ماكو ربط. كذلك هذا التقاعد العام ما له علاقة به، ما دحكي عنه. وهذا تقاعد الضمان الاجتماعي، يعني دحكي عن فئة للعمال ما له علاقة لا بالموظفين ولا اي شخص يعمل بالدولة. دحكي على شيء اسمه تقاعد الضمان الاجتماعي للعمال، للناس الكسبة، للناس اللي يعملون بمعامل ومصانع، للشخص اللي يعمل وحده. هذول المسؤولين أو الموضوع يخص هذول. فهاي وزارة التربية وهاي وزارة التعليم، أنا دا أحكي عن تقاعد الضمان، ما له علاقة بتقاعد العامة، ذاك غير موضوع ثاني. صوت مجلس الوزراء على زيادة رواتب العمال المتقاعدين بمبلغ 150 ألف دينار. مكتب مجلس الوزراء الإعلامي وضح أن الزيادة لن تتجاوز 150 ألف دينار، وذلك حسب المعادلة التنظيمية، فهي لكل عامل متقاعد لا يزيد راتبه عن مبلغ 700 ألف دينار. كذلك معالي وزير العمل العراقي مع أيضا السيد خلود، السيد الوزير قال أنه تلك الزيادة ستطبق على الحد الأدنى للراتب، ذلك بمبلغ مقدار 350 ألف دينار لتكون 500 ألف دينار. يعني الزيادة المقررة للراتب تقريبا من مبلغ 87 ألف دينار حتى 150 ألف، هذا الراتب اللي يحصل عليه العمال المتقاعدين المضمونين. وللعلم انه هذه الزيادة تم الإعلان عنها في عيد العمال العالمي أول مايو تقريبا، واليوم تم التصويت عليها، يعني الأمور بالسليم. أكو شيء ثاني اللي هو العيدية راح تكون للعمال. طبعا السيد خلود حيران مدير عام دائرة التقاعد والضمان قاعد تشتغل على فد ظروف معينة حتى العامل أولا يكون مثقف، يعني فاهم وين حقوقه. اثنين، حتى احنا او الحكومة قاعدة تشجع المواطن يروح يشتغل بالقطاع الخاص. السبب انه تقاعد القطاع الخاص اكثر من تقاعد الموظف نفسه، فهي واحدة من المميزات اللي يتمتع بها القطاع الخاص. أنا من أشجع، من أسوي زيادة، من أضمنه، من أضمن حقوقه، هذه كلها تصب بمصلحة القطاع الخاص. راح نسمع منكم، السيد خلود راح تكون موجودة ويانا إن شاء الله، راح نسألها كل الأسئلة اللي أنتوا تسألوها. اعطيني الاتصال. أبو علي شلونك؟ السلام عليكم. شلونك أبو علي؟ السلام عليكم. علي للسبيكر، شلونك أبو علي؟ أسمعك. اسمعني. أسمعك أبو علي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا خطوة جيدة
بالنسبة للعبال الورقيين الذين يأخذون راتب تقاعدي، أي يشجع العبال الورقيين حالهم وحال الموظفين المتقاعدين. زين، خطوة جيدة هاي. جيد، يعني لا بس يعني فيها خطوة جيدة. جيد، وعندي مناشدة شوية. يلا بقوا على الخط، تواصلوا يا شباب حتى ناخذ المناشدة. شكرا لك وشكرا لاتصالك. أم علي السلام عليكم. أم علي القطع الاتصال. اخوان احنا الشخص العادي اللي طالب بالتعيين، تعيين حكومي، هو شو يريد؟ يريد يصير عنده تقاعد، صح؟ ويريد يعني يضمن نفسه، ويريد يقدر ياخذ مثلا فد قرض من الدولة، فد سلفة من أي مصرف. هذا اللي يحتاجه حتى يتمتع بما يتمتع به الموظف. الآن تقاعد الضمان قاعد يشتغلون على هالأساس. أنت راح يصير تقاعدك على أقل تقدير 500 ألف دينار، ممكن أقل بقليل، ممكن أكثر حسب الاستقطاع اللي قاعد يستقطعه. الدولة راح تدعمك بنسب معينة، وأيضا الاستقطاع راح يكون بسيط. هذا فيما يخص قضية العمال المضمونين. اعطيني اتصال. يلا ابو حسين، سلام عليكم. شلونك ابو حسين؟ السلام عليكم. مرحبا ابو حسين. شو استاذ؟ شلون حالك؟ الله يحفظك استاذ. انا عامل مشغل مال مولده. اي حلو. صار تقريبا 15 سنه. يصير ضمان اروح 100%؟ يصير لك. منو شنو اسمك انت ابو حسين؟ نعم، مطرود مخلص الشهري. لا لا، انت ابو حسين صح؟ نفسك ابو حسين. نعم نعم نعم. ابو حسين من اي محافظه؟ بغداد. 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 ايش قد تقدر تسدد تقريبا بالشهر؟ يعني انا هسه احسب لي يوميه 25. يعني انت مثلا تقدر بالشهر يعني تقدر بالشهر يستقطعون منك 50,000 دينار؟ صح. ما عندك مشكله؟ لا لا ما عندك مشكله. ما عندك مشكله؟ لا لا ما عندك مشكله. وايش قد عمرك انت؟ انا مواليد 68. يعني ايش قد عمرك؟ مواليد 68 تقريبا 56 سنة. طيب تمام. هسا ابقى تابع البرنامج. ابقى تابع. عندي خدمة 12 سنة بالمطوع. كنت عندك خدمة بالضمان؟ 12 سنة لا، بالتقاعد العامة طلعنا صدام بالتسعين. الخدمة موجودة؟ انا مطوع. اي مواطن موجودة. انا مطوع. يعني خدمتك تقدر تجيبها؟ اي موجوده بالتقاعد العام. موجوده. كلش تمام، كلش تمام. هسه بس ابقى تابع وياي وراح اقول لك الطريقه شلون تسجل. مشكور استاذ. شكرا لك. شكرا ابو حسين. ادور على ذولا انا، على الناس اللي يشتغل بمولده، الحلاق اللي عنده تاكسي، هذول الناس اللي ما عندهم تقاعد، اللي يريد يحتاج انه يصير عنده تقاعد، اللي هو ما عنده ارباب عمل، يعني وحده يشتغل. اعطيني ام علي. سلام عليكم. السلام عليكم. اهلا ام علي، تفضلي. انا بالنسبه لي عندي سؤالين، يعني اتمنى تجاوبني عليها. تأمرين امر ام علي. انا هم راح اسجلن حتى ست خلود تجاوبك عليها. قولي. عندي اختي تشتغل بالقطاع الخاص. اي اشتغلت مده 8 سنوات. نعم. وقفت عن العمل خلال هاي الفتره، انه هي كانت تدفع توقفات يعني للضمان. نعم. وهي هسه يعني بدون عمل. شنو اجراءات دائره الضمان؟ يحق لها هسه تقدم تقاعد لو انه تحصل فد وظيفه؟ هي ايش قد عمرها اختك؟ عمرها 45. 45 سنه. وين كانت تشتغل؟ كانت تشتغل بشركه اهليه. وكانوا يستقطعون منها؟ اي يستقطعون منها. شو وقت تركت العمل؟ تقريبا العمل المهم عندها خدمه. ايش قد خدمتها؟ عندها خدمه 8 سنوات. تقدر تروح تسجل على شيء اسمه الضمان الاختياري وتنقل خدمتها، يعني الخدمه تنضاف لها، وبعد 15 سنه تنحسب لها تقاعد. يعني لازم يكون عندها خدمه، يعني انه هي تشتغل 15 سنه. لا لا، هي مو لازم، هي تقولين عندها خدمه 8 سنوات. 8. بعد ايش قد يصير 15؟ بعد 7. 7 سنوات تبقى تسدد بهاي 7 سنوات على الضمان الاختياري ويصير لها تقاعد. زين، اقل تقاعد ايش قد؟ حسب انت الاستقطاع ايش قد يستقطعون؟ اكو 18,000، اكو 20,000، اكو 50,000، حسب الاستقطاع تنحسب، لان هي اكو فد معادله معينه.
تمام. السؤال الثاني. إيه قولي السؤال الثاني. إنه هسه أنا موظف بوزارة. بوزارة حكومي. حكومي. أيه. قد أقدم الخمس سنوات. زين. يصير أنا من أقدم الخمس سنوات أروح أشتغل بشركة وبعدين هاي الخدمة ما تجيب هاي الشركة يعني همينة شلون الضمان؟ مو أنت. وأجي بعدين أضيفها. هاي ما تصير، تعرفين ليش؟ لأن أنت ماخذة إجازة خمس سنوات. يعني انت مو تارك الخدمه، انت ماخذ اجازه، فهاي الاجازه يعني تتضارب، يصير اكو تقاطع، يعني ما يصير، يعني انت ما زلت مستمره بالخدمه فما يصير. اوكي شكرا لك. شكرا لاتصالك. رياض السلام عليكم. السلام عليك استاذ عمار، شلونك رياض؟ شلونك حبيبي، شلون صحتك؟ الله يحفظك رياض، تفضل. استاذ عمار، انا صار لي اشتغل 10 سنوات بالقطاع الخاص ومسجل بالضمان حلو. احد الشركات. حلو حلو. وبس اريد منك ملاحظه سجلها، عندي خدمه 3 سنوات بالجيش السابق، هم تنحسب لي اردك شو اسمه؟ اول ثاني عمري 42 سنه، مثلا ايش قد اشتغل بالقطاع الخاص انا بعد؟ صح احنا نشتغل باحد الشركات اللي انت عندك 10 سنوات الخدمه العسكريه، حسب كلام ست خلود تقدر تنقلها، يعني تقدر تضيفها على العشر سنوات، يعني عادي. لا من 2000 انا خادم من 2003 ماكو مشكله. انا ما ادري اذا عندك خدمه، انا ما اعرف التفاصيل، اذا عندك خدمه إيه بالجيش عندي خدمه تنحسب لك تنضاف. وهسه ست خلود راح تكون موجوده، هي راح تجاوبك بالتفاصيل. إيه. والشغله الثانيه يعني 10 و3 13 سنه، يعني تبقى تسدد سنتين وتطلع تقاعد. لا مو هاي السؤال استاذ عمار. آه. وعندي هم بشركه قديمه انا مشتغل سنه، هم تنضاف، عندي بها كتاب. كل خدمه موجوده مسجله تنضاف. اه واذا كنت ماشي استاذ عمار، وردك تسال لي اياها، اذا كنت انا ساحب ما سنه ضمان يعني عادي؟ بالقانون القديم تقصد؟ هو ضاع علي انا من 2000 و سحبت بالقانون، هو مال 2010. اي سحبت ايه. سنه يعني ما توقعت راح ارجع الشغل، النوب اشتغلت بشركه لاخ هم سنه، اعطوني كتاب ضميته، وهسه مستمر صار لي 10 سنوات بشركه. جيد هسه بس راح اسالك مال سنه شنو ايه. شنو وضعها، شنو طبيعتها؟ تمام. يقولون على استناد اللي سحب ضمان بعد كل شيء ما يحق له، اكو حكي هسه راح اسالك يا خوي السؤال هذا. الله يوفقك استاذ، مشكور. شكرا لك. شكرا لاتصالك. هادي السلام عليكم، ما شاء الله هواي اتصالات واسئله مهمه. وعليكم السلام مولاي، شلونك هادي؟ الو شلونك سيد؟ شلونك هادي، شو اخبارك؟ سلمك، اقول لك خويا عيني، بالنسبه لدول العمال مضمونين يعني سوالهم السيد رئيس الوزراء ضمان يعني سوالهم مستقبل. اي لكن انا اقول لك كبار السن يعني العده خدمه مثلا بالجيش العراقي اي 14 سنه موجوده مثبتها بدفتر الخدمه. زين. لانه الكتاب برعايه 50,000 يعني شنو يعني مستقبلنا شلون يعني السيد رئيس الوزراء يعني شلون؟ زين والله انا راتبنا انا سالت وياك 50 مواليد 50 واحنا خمسه. ها؟ اي اسمعك أنا. اسمعك هادي. انا وفالي خمسه يعني كل يعني راس تصبح 50,000. زين انا شنو زين هادي انت ما تاخذ تقاعد؟ لا والله ما اخذ. وما تاخذ راتب مال رعايه؟ راتب رعايه ناخذ 250 واحنا خمسه. اي بس 250 ويا سله غذائيه 2 يعني هاي بالبدايه. سيدنا؟ اي يعني ما لا لا هي مو كافية 100% مو كافية، بس هي خطوة بخطوة شوية شوية إن شاء الله تكون أكو زيادة. فإننا نتمنى له الله يوفقه رئيس الوزراء إن شاء الله. لكن إحنا آبائهم، إحنا آبائهم 100%. أنتوا الخير والبركة هادي، أنتوا الخير والبركة والله. سوينا مقدرة يعني مثلا مقدرة. صح إن شاء الله راح أوصلها وأشكرك جدا. شكرا لك، شكرا للاتصال. طبعا تشمل الزياده للمتقاعدين المضمونين ايضا المتقاعد العاجز مثل ما ذكر هادي. اليوم نريد نسال موعد تطبيق الزياده او جدول زياده العمال المضمونين في موازنه 24. اللي يسال عن موعد صرف الرواتب التقاعديه الشهر القادم، فمقرر الصرف في يوم الاثنين موافق الاول من شهر يوليو عام 24. احنا اخوان هذا القانون تعديله جديد
وقاعد يشمل شريحة كلش مهمة، كلش عندهم يأس. يعني الحلاق اللي 15 سنة يشتغل، اللي عنده مثلا بسطة مال مخضر، هذا يعني يحتار، يقول لك أنا أكبر، هذول أولادي وين يروحون؟ شلون أقدر أساعدهم؟ شلون أقدر أعينهم بعدين؟ اللي يشتغل حداد، اللي يشتغل، أكو واحد كتب لي تعليق بالإنستغرام من نشرت على هذه الحلقة، كتب لي إنه اللباخ، أنا لباخ أنشمل، والله هيك قعدت أشرح له من كل قلبي إنه أنت تنشمل. ذول العمال اللباخ اللي يشتغل خلفه، ذول كلهم مشمولين، كلهم يصير عندهم تقاعد حتى لو عمره كبير، لأن احنا تعرفون الضوابط والتعليمات للتوظيف هم مرتبطة بعمر، وأكو ناس فاتهم العمر خصوصا الثمانينات مثلنا والتسعينات، هذول عمرهم كبار وما حصلوا على وظيفة. فهاي واحدة من الأشياء. أبو علي السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو علي. دون زحمة حديث، عندي سؤالين من ناحية الضمان. إيه؟ أول واحد بالنسبة عندي مثلا أولادي خريجين بكالوريوس وزي يشتغلون بشركات. زين. الحالة لو صارت لهم مضايب عند الدولة يقدرون يضيفون ما اشتغلوا عندهم بالشركات؟ تشوفني لو ما تشوفني؟ لا قاعد أشوفك. أوكي يقدرون يضيفوها. إيه. والثاني سؤال. إيه. ثاني سؤال، الضمان الصحي اللي خبصتونا بيه وين صار؟ وإحنا متقاعدين طفرت رواحنا من وراء المؤسسة الصحية. زين. لمن تراجع لا دواء لا علاجات. أفهمك لعلي. أفهمك أبو مصطفى، اعطيني مجال. أبو مصطفى التقاعد. أنا أبو علي. أبو علي. أبو ما علي. مصطفى. العفو أبو علي، أعتذر. نفس الشيء. أبو علي. الضمان الصحي وزارة الصحة قاعد تشتغل عليه شغل ترى كلش مهم. قال لي الدكتور مع المكتب الحسين حسنين ما اسمه، الله يجازي بالخير، ولا تخلي قال لي يمكن أكثر من سنة، قال لي يمكن هذا يأخذ مجال سنة. زين أبو علي أحكي لو ما أحكي؟ اتفضل حياتي. أبو علي أكو مراحل، يعني هم الضمان قاعد يسوون مرحلة مرحلة ستيب باي ستيب، قاعد يشتغلون، استهدفوا أول مرحلة حتى يشوفوها نجحت لو ما نجحت، بعدها يشملون أكثر، فأخذوا ألف من المتقاعدين راح يأخذون بعد أكثر، وبعدها تمشي. خدمتي أكثر من 50 سنة. واضح أنت راح تنشمل. والمرض يتفاقم. الله ينطيك طولة العمر. أنا أقصد أنه يا حياتي والله حشاك حش الطيبين. أيه. كلها تقشمر بتقشمر وزي يضحكون علينا، يعني هاي شوية أنا أختلف فيها وياك. والله يا أستاذ حش الطيبين، والله العظيم دمرونا. زين أوقف 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 حتى وراح أطلع استطلع، بس أوقف وياي أوقف وياي. مو أنت تقولي قشمر، أبقى وياي لا تروح، أوقف. الضمان الصحي، وين الضمان الصحي؟ الشخص أبو الضمان الصحي شو اسمه؟ أبو الضمان الصحي الدكتور ذكروني بيه، عندي رقمه. المهم أنا خابر لك يا وراح نسوي حلقة عليه تدل. شكرا لك، عندي رقماني وراح من بالي اسمه، ما يحضرني اسمه. طلع لي استطلاع، إذا أكو استطلاع يلا خلينا نروح نشوف الاستطلاع وبعدها مكملين. تقديمه إلكترونيا، يعني ما راح يراجع الوزارة، أكو منصة أور ضماني حتى إن شاء الله راح يكون الدفع إلكترونيا. وإحنا خلال يعني فترة وجيزة تقدموا أكثر من 4000 طلب للدخول في هذا القطاع. والله نشوف اذا هاي اراجع، شوف هذا الاجراءات قدم عليها. وبعد قانون الضمان الاجتماعي هو قانون انطلق لمجموعه المواطنين اللي يشتغلون في القطاعات الخاصه لضمان حقوق الناس اللي مو منتمي لجهات حكوميه، وضمان حقوق المواطن بشكل اخص، خروجا بعد تقدمه بالعمر وخروجه من نقدر نقول السن الفعال للعمل. يعني الضمان الاجتماعي هو ضمان لكل مواطن كاسب، ابو محل عامل، يعني هو ضمان. بس احنا مع الاسف نفتقر هاي الثقافه بالعراق، يعني كل دول العالم موجود ضمان اجتماعي لكل شخص. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ضيفي لهذه الحلقه ست خلود حيران، مدير عام دائره التقاعد والضمان الاجتماعي. حياك الله ست خلود. الله يحييك ويسلمك يوم ست خلود. راح اقول لك شغله، يمكن انت محظوظه
لأن هذا القانون إذا تطبق مثل ما هو مكتوب نعم فهاي راح تصير طفرة للعراقيين، فنقلة عظيمة للعراقيين، صح؟ إن شاء الله. تمام، نبديها أنه تعديل القانون صار أكو تعديل، وهذا التعديل أضاف امتيازات لقانون تقاعد الضمان الاجتماعي. أكيد. تمام، نجيها من البداية أنه وضع الزيادة، رئيس وزراء بعيد العمال قال أكو زيادة راح تصير. أكيد. قبل يومين أقر هذا الموضوع بالزيادة. نعم. الزيادة المن والمن راح تشمل وش قد الزيادة؟ تفضلي ست. إن شاء الله. الله يحييك. الله يحفظك. أول شيء أنا محظوظة لأن نخص طبقة الفقيرة بالمجتمع. أي صح. يعني أفقر طبقة هو العامل إذ كان متقاعد وإن كان عامل مضمون في الوقت الحاضر. طيب. أما عن تطبيق القانون فبدت مراحل تطبيق القانون من بداية السنة بدأت تنفيذها. من النشر بالجريدة. النشر بالجريدة، لكن مرحلة التعليمات أي. تابعها من قبل رئيس وزراء شخصياً ومن قبل السيد الوزير أحمد الأسدي. نعم. ومشكورة جهود مجلس الدولة. شنو اللي صار عندهم؟ فقرة فقرة من التعليمات يناقشوها ويا المشاور القانوني. جيد. بعد ما تكمل تنشر بجريدة بالوثائق العراقية. نعم. وتنفذ. أول فقرة كانت هي الضمان الاختياري. وهي أهم فقرة. هي أهم فقرة وميزة القانون. جيد. تمام؟ الضمان الاختياري. نحكي على الزيادة. يلا. خلينا بالبداية على الزيادة. خلينا نبشر المتقاعدين. إن شاء الله يوم غد تطلق العيدية. إيش قد العيدية؟ اللي هي مجلس إدارة الصندوق مشكورين منحوهم 100,000. 100,000 دينار. نعم. باكر يستلمون العيدية. إن شاء الله إذا كملت من الإدارة العامة، بس هي كملت. إن شاء الله، زين العيدية. بعد الساعة 12. العيدية المتقاعد. وذوي المتقاعد ايضا، يعني متقاعد متوفي العيديه هم جميع توصل جميع المتقاعدين، العجز الجزئي، المتقاعد الاصيل، المتقاعد المتوفي والورثه تشملهم هاي العيديه 100,000. هاي العيديه. طيب الراتب استلمه يوم الاحد اي الماضي زين. والعيديه لان احنا كنا ننتظر الزياده زين. ما صار، ما توفقنا ليش يقولون شدينا العيدية، لكن الوريث العيدية 100 إذا كانوا 5 تتقسم عليهم نعم. تمام، بعد ليش يقولون إنه ماكو شيء اسمه عيدية؟ أنا من نشرت نعم. قالوا ماكو شيء اسمه عيدية وهاي الزيادة هيجي ما راح تصير ومجرد حبر على ورق. شو ممكن يستلمون هاي الزيادة 1.7؟ احنا ننشر بالخير، واللي يريد يقوله خلي يقوله، واللي ما يقوله احنا سعينا به وسويناه. طيب ان شاء الله، لان العيد الماضي منحناهم عيديه 100. صحيح اتذكر الزياده ال 100 طالبنا بها من قبل 3 أشهر بالضبط. نعم. لان انتظرنا تطبيق القانون، يلا طالبنا بها من قبل مجلس الوزراء اللي كانت هي مقطوعه 100. أول طلب كان إنه 100 كل الرواتب، بعدين شفنا السقف عالي. نعم. لأن أنت تدري إحنا تمويل ذاتي. صحيح. صندوق تمويل ذاتي. صحيح. مبني على اشتراكات، استثمارات، عقارات، إيراداته. واضح. فمن يكون الراتب أعلى من المعدل اللي موجود بالقانون هذا يصير تجاوز. صح. راح بعدين يصير تضخم. يصير بيه مخالفة قانونية. ومخالفات. نعم. فالمئة لكل المتقاعدين كان بيها ظلم. ظلم للعجز والمتقاعد اللي أقل من 500، وطفرة إلى اللي راتبه 1,750,000. فمشكورين مستشارين مجلس الوزراء عادوا الكتاب. أي شنو صار التعديل؟ صار التعديل أو إنه الزيادة ويا ريت تكون هي مستقبلية للكل. نعم. يعني حتى لو كان، لأن أنا عضو هيئة التقاعد الوطنية مجلس صندوق التقاعد الوطني. نعم. تكون الزياده مدروسه بهالتالي. شلون تبدي من الحد الادنى أي. اللي ياخذ اعلى فقره بالزياده المقرره الى ان توصل الى الحد الاعلى ياخذ اقل نسبه. تقدرين تعطينا مثال؟ مثل هسه من قالوا ال 150 150 مقطوعه. مقطوعة. لكن على ان لا يتجاوز الراتب التقاعدي 700. يعني ابو ال 350 راح ياخذ ال 150 كامله. ابو ال 350، ابو ال 450، ابو ال 50. لا هذه ما يقدر. هذه مرتبطه بالجداول. بالجداول والمعادله. جيد. لكن احنا ان شاء الله ان شاء الله نسعى لها بعد ان يجي القرار من مجلس الوزراء. جيد. حتى لو كان نضطر انه نداوم بالعيد حتى تنشد 1.7. انا اعرفك واعرف جهودك، طبعا الحلقه السابقه ست خلود طلعت لي وهي هناك.
بالساعة بالخمسة وانت بالدائرة. نعم. وراك الشباب كانوا يشتغلوا. تعليمات وندخل بيانات. طيب ست خلود، انت قلتي ابو ال 350 ياخذ 150 مقطوعة. نعم. زين، وابو ال 700 ما ياخذ زيادة. زين، ابو ال 600 او الاقل من 700 هاي ترتبط بالمعادلة. ترتبط بالمعادلة. ممكن ياخذ 100 ممكن ياخذ 75. احنا بالقانون نظلموا المتقاعدين اللي كان الحد الادنى الراتب مالتهم 350، من تدخل المعادلة ما يوصل لل 500. زين، اكو بيهم انظلموا، لان تدخل المعادلة عن لا يتجاوز الراتب عن ال 100% 80% من الراتب اللي كان يتقاضى بالعمل. طيب، فانظلموا ما وصل لل 500، وعندي العجز الجزئي عفوا، لان يكون مستمر بالخدمة هذا العفو. هذا شرط. أي. يعني هذا المتقاعد اللي يتقاضى راتب العجز هذه تعتبر خدمة، يعني بعد ما يوصل 100% العجز يطلع التقاعد، هاي الفترة اللي كان ياخذ بها راتب تنحسب لخدمة. تعادل، يعني يعادل معادلة وتنحسب خدمة. جيد. فبالوقت الحاضر صارت ضجة علينا المتقاعدين بالذات، لأن القانون نظر إلى الشريحة المستقبلية. واضح يعني واضح. لأن السابقين المتقاعدين هم مكتسبين الدرجة القطعية. واضح. فإعادة النظر برواتبهم يحتاج لهم تعليمات وآلية. صحيح. فمن نفذ القانون حسينا بفوارق هواية والمتقاعدين انضروا بها. طيب. اللي هم العجز، والعجز آني بنظري وبنظر القانون. نعم. هو ما يعتبر متقاعد، لأن احتمال العجز المرض ينتهي ويرجع للعمل. ممكن يرجع للخدمة. وممكن هذه الفترة اللي يتقاضى بها تنحسب خدمة ويعاد احتساب راتب. أنتوا بالمحصلة حاس بها خدمة. حاس بها خدمة. جيد. أنا اللي أريد أسأله إنه هذه ال 150. نعم. إحنا قلنا ال 350 وكفما أدري. أكو أقل لأن أكو عجز أقل. فتنحسب لهم مقطوعة. من ال 30 انحسب هو عجز. تمام. فتنحسب ال 150 مقطوعة. هو أقل تقاعد ضمان اجتماعي قد؟ العجز أقل. اللي هو أكو بيهم أقل من ال 350 بقليل. يعني 300,000. 300,280 و 350 النسبة الأكثر. أدي جدول. أي. يعني أقل من 350 ما عندنا، قليل جدا، اللي هم 74 عدد المتقاعدين. فقط 74 واحد. أي أقل. أكثر من هاي طبعاً أنا ما أعطي إحصائيات. لا لا لا، ما نريد إحصائيات. خلينا نقول قابل للزيادة والنقصان. تمام. هذا أكثر من هذا العدد هم 49 من 300 إلى. لا، أنا أريد أنطيك يعني معادلة ثانية. نعم. خلينا نقول نبديها من الأقل 350، خلينا نقول. طبعاً. صح؟ نعم. أبو ال 350 ياخذ ال 150 كاملة. راح ياخذ ال 150 كاملة. يعني راح ياخذ إيش قد يصير؟ 500,000 أقل شيء. أقل شيء. وهذا اللي هي سعى له تقاعد الضمان. احتمال 450 يصير أقل، لأن أكو عندنا أقل من 350 نسبة قليلة، اللي هم 474 شخص. جيد. متقاعد. يعني خلينا نقول 450. نعم. أقل تقاعد ضمان. إن شاء الله. صح؟ وهذا ما يسعى له تقاعد الضمان الاجتماعي، هو زيادة التقاعد. نسعى. تمام. هذا الاستقطاع احنا من نقول التقاعد الضمان الاجتماعي. نعم. الاستقطاع هذا بال 350 هو ايش قد كان يستقطعون منه يعني اذا هو تقاعد 350؟ ها، هذا الحد الادنى للاجر الحالي. أي. اللي الحد الادنى يعني انت اليوم تعمل بشركه، الحد الادنى مالتك 350، فالقانون. طيب. قال الحد الادنى للاجر الحالي، اما سابقا انت انا عندي متقاعدين كانوا بال 70 70 يعني بالالاف. طيب، انتم بالتعديل الاخير عدلتوا بالحد الادنى؟ الحد الادنى لا، ما صار به تعديل. يعني اقصد للعام حتى يزيد تقاعده بعدين؟ لا، بعد ما صار التعديل. هو المقترح كان بين ال 400 وال 450، لكن هو كم متقاعدين 350 جت الزياده، هذا كل شيء ناسب. احنا مستقبليا راح نشتغل نسبه التضخم اللي زودنا بها التخطيط. جيد. هاي السنه زودتنا بها التخطيط، كانت اول فقره رجعوها مجلس وزراء علينا زياده، قالوا انتم لازم ترجعون الى الماده المذكوره بالقانون تشوفون نسبه التضخم بوزاره التخطيط. جيد. جابتنا وزاره التخطيط مشكورين. نسبة التضخم كانت يعني اذا اريد انطي الراتب التقاعد الزياده للكل فهي بين 22,000 إلى 24,000 فقط، فهي ما تسوي شيء. خاطبنا مجلس الوزراء والحمد لله ارتأوا هذه الطريقة، والطريقة عادلة وراح ومنصفة للجميع. منصفة للجميع. طيب، أريد أتكلم عن التوزيع هذه الزيادة. نعم. 1/7 راح يتم توزيعها؟ أكيد.
وعد؟ وعد. شو أخذ لي هاي اللقطة ترى هاي مهمة. وعد. وعد؟ إيش كم حلقة طلعت من؟ لا أنت كل كلامك قلت مني. لك لا وعد 1/7 تأخذون الزيادة وإن شاء الله الخميس يوم غد الساعة 12 تنطلق 100,000 وإن حدث شيء في الإدارة العامة اليوم اللي بعد العيد مباشرة تنطلق الزيادة. هسه باكر إحنا قلنا باكر العيدية. إن شاء الله. وواحد 7 الزيادة ينشملون بيها. إن شاء الله. هاي بشارتين حلوة. أريد أسألك أسئلة الناس. شار المجلس الوزراء وشار المجلس إدارة. الحمد لله. وبرعاية السيد الرئيس وزراء مشكور والسيد الوزير أحمد الأسد. إن شاء الله. السيد رياض سأل سؤال مهم، قال أنا عندي 10 سنوات خدمة وعندي 3 بالعسكرية أقدر أضيفها؟ تضاف الخدمة تضعف. العسكرية تضاف. ويقول أنا ساحب سنة، سمعتيه يمكن؟ سمعته. أي هذا راح ينحسب للتقاعد أو لا؟ هي منتظر التعليمات، هي تنحسب للتقاعد لان السنه من حسب يعني حسب ما سمعت الاتصال السنه من سحب الرصيد مالتها بعدها عمل بعدها ابو العشر سنوات فالبعدها عمل تنحسب يعني يعتمد ابو العشر سنوات يعتمد طيب يعني اقصد احنا بالسابق ابو الضمان الاجتماعي ما كان ياخذ راتب تقاعدي صح؟ لا ما كان ياخذ راتب لكن مظلوم اعلاميا اي منتهي وهي متناقشين بيها هسه احنا بهذا برنامج انت تحمليني مسؤوليه مظلومه لا انا نحكي بالاعلام واني من الناس اللي ما احب الاعلام زين ما احب الظهور بالاعلام احنا ايش يحتاجنا ندوات مو برنامج نص ساعه وخلاص أي. ندوه يكون بها المختصين يعني انا عندي مسؤول مشاور قانوني اللي ويانا كان وطلع وياكم اكثر من حلقه استاذ صدام واستاذ حيدر وست حوراء دول معنيين بالامر او يعني من جانب قانوني ومن جانب اداري مدراء الاقسام أي. اللي هو معني بالمضمونين المتقاعدين واللي معني بتخصيص الراتب والمشاور القانوني نعم. وحتى القانونيين الشباب كلهم ولدنا واضح فتكون ندوه يكون مباشر مثلا اليوم انا هاي الندوه تكون عن الضمان الاختياري اي الاسبوع القادم تكون على احتساب الخدمه البعثة على احتساب الراتب التقاعدي راح تكون شلم المجتمع بالكل القانون وفوائده صورة توضح أكثر صورة توضح ويا ريت هاي تكون يعني هسه اليوم احنا خلصنا الضمان الاختياري وبلشنا بها خلي يكون أسبوع عن الضمان الاختياري أقول لكم ترى أنا أسوي كل أسبوع الطيب المعد همين ما حد يجي ست خلود ما تجي مو شرطاني لا ايه؟ مو شرطاني مو شرطاني أنا عندي شبابي يكفون ويوفون زين وما يخالف أنا موجودة لا والله تمام قصر أكثر مقدم برامج صانع أبو حسين إيش قال؟ قال هو يشتغل مولدة سمعتي همين أي وإحنا عندنا مدير تقاعد صلاح الدين شمل أهل المولدات كلهم اي خوش خبر هذا خوش خبر. يعني ينشمل يعني هذا خوش خبر بس هو عمره 64 سنه القانون يقول اي شلون تحتسب عنده خدمه لو ما عنده خدمه يعني ما عنده خدمه هو ما مشتغل ويشتغل بس وحده لا انا يعني اللي سمعته انه عنده خدمه يعني قصدك اذا مشتغل بشركه حتى لو مو الشركه يعني حتى لو كان بالقطاع الحكومي عنده خدمه ويسجل زين. بالضمان الاختياري نعم أو يسجل بالضمان هو أبو المولدات مشمول بقانون الضمان طيب إذا هو عنده خدمة عسكرية نعم الضمان الاختياري لازم يكون عمره 50 سنة أي. يلا إلى حق يسجل لكن أكو فقرة إذا كان عنده خدمة لا تقل عن 3 سنوات له الحق للتسجيل بالضمان الاختياري يعني هذه تبعد قضية 50 لكن بشرط أنه عنده خدمة سابقة أي سابقة بأي جهة مجال. بأي مجال إذا كان مضمون ومسجل بالضمان وإذا كان موظف ومستقطع من عند التوقيفات احنا نرجع نستقطع من عند التوقيفات تمام هسه انا اردجي على اهم موضوع بالنسبه لي نعم اللي هو الضمان الاختياري نعم اللباخ اللي هو كتب لي على انستغرام قال انا لباخ انشمل بالضمان انا نتخالف اليوم ليش هوايه ذكرت اللباخ والحلاق ولا أم البيت ما ذكرت أم البيت أمك إيه؟ ليش ما تذكرها أمي يوم أمي تنشمل ليش ما تنشمل زين أم البيت ترى كلش مهم يعني اللي قاعدة بالبيت أمرأة بلا عمل وزوجها يشتغل أي يصير تسجل بالضمان الاختياري يصير تسجل بالضمان الاختياري زين عندك الاستمارة مال الضمان عندنا المنصة تقول الآلية تقصدين آلية التسجيل آلية التسجيل إلها حق أي شخص يقدم أي منصة أور
أشير ست خلود يقدم عن طريقها. نعم. ويملي معلومات الاستمارة موجودة، العمر والخدمة، هاي الطلبات هاي الحقول اللي المطلوبة الحقول موجودة. نعم. يمليها. أيه. راح توصل للدائرة، هي الدائرة احنا راح نعلن قبول هذه الاستمارة او رفضها، هذه البيانات اللي مطلوبة. تمام؟ تمام. يطلبها. اكو بالضمان الاختيار شنو؟ اي الفئة اللي يريدها، يعني يريد 350، لان هذه الراتب المعادلة الخمس سنين الأخيرة، متوسط الأجر للخمس سنوات الأخيرة. نعم. فإذا يختار 350 راح يكون حد الأدنى للراتب التقاعدي. جاي. إذا يختار الفئات اللي هي موجودة. أنتم محددين؟ الفئات محددين ومحددين الاستقطاع. هذه خلصت اللي الأسبوع الماضي نشرت بالوقائع وبدينا. طيب. بالتنفيذ إلى هذه. طيب. الفئات. كل هذه فئة. الفئات. بس خلي أطلع عليها. 350 ايش قد الاستقطاع من الشخص؟ من الشخص ومن الدولة. نسبة الاستقطاع من الشخص 5%. اي ومن الدولة 15%، حتى يصير 20% كامل. نعم. هسه هاي الفئة الأولى اللي هي 350,000، يعني شنو؟ يعني أنت تريد بيجيك تقاعد 350,000، يستقطعون منك بالشهر 17,500. نعم. صح؟ نعم. هذه الفئة الأولى، هذا أقل تقاعد ممكن يصير عندك. إحنا قاعد نتكلم على الضمان الاختيار إخوان. الضمان الاختيار هسه أنا ست خلود إيش قالت؟ قالت على بوابة تور كتبت طلب الانتساب إلى التقاعد الاختيار، طلعت لي راح تنفتح لك حقول راح أنت تمليها. نحكي على التقاعد، أكو 350 وأكو 350 في 30 اللي هو 450. من 350 إلى 1,750,000. تمام. أنا راح أقول ومقابلها النسبة اللي هي 15%. والخمسة بالمية الدولة تدفعها. هاي عادي أصورها؟ هذه عادي أصورها وانشرها. تمام راح أخذها. هذه بعدها لك حق أنه تدفع شهريا أو تدفع كل 3 أشهر أو سنويا، لأن إحنا بعدها سنوياً راح نتحاسب مع وزارة المالية بالاستقطاع 5% النسبة. زين قولي للدفع شلون؟ إلكتروني؟ دفع إلكتروني. وإحنا إن شاء الله بعد العيد ماضين بتوقيع العقود للأتمتة. جيد. وكل الدائرة راح تحول إلى إلكتروني إن شاء الله. أي يعني أنا أقصد بس هيحتاج لها وقت، بس راح نبدي من المراحل مثلاً الأساسية. أي عاشت يدك. أنا أقصد مثلاً أبو 350 إذا راد يسجل. نعم. فهو راح يسدد بالشهر 17.5. ما معقول يجي هو ما يجي للدائره يوميا يسدد. لا لا. لازم يدفع. لا. الكتروني. جيد. انا قلت لكم الفئه الاولى 350,000، وعندنا مثلا الفئه العاشره اللي هو تقريبا ايش قد يصير ال 350 في 3 يصير 1,295,000. هذا ايش قد يسدد 64,000. يعني ترى كلش حلو. نعمة. هاي الشغله. نعمة. لا جد والله يعني هاي الموضوع هاي نعمة ليش يسموه ضمان الاختياري؟ انت مختار راتبك ومختار تنتمي او ما تنتمي. يعني انا من 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 الفئه العاشره اذا انا اسدد 64 بالشهر وتقاعدي يصير 1,295,000، يعني تقاعدي احسن من احسن واحد بالتقاعد بالتقاعد العام. صح؟ لا ليش تقاعد العام هم زين رواتب يعني مو يعني مو انا دا اقول لك لا صح مني. احنا مو احنا دا نتجه اتجاه يعني ان شاء تشجير الله على القطاع الخاص ونخفف الحمل على القطاع الحكومي والتضخم الوظيفي اللي صار والترهل هاي كلها. القطاع الخاص عندك قطاع خاص تشتغل، يعني من دخلت الاستوديو كنت تحكي على الجامعات ووزارة التربية. أي. لا يا امي، وزارة التربية معنية، وزارة لا التعليم بس الأهلي. لا لا أعرف أعرف. لا أنا حكيتها كمثال. إذا أنت تقدر مشتغل بأي شركة أو مستشفى غير أو الحكومة إلك حق تسجل. لا لا أنا وإذا أنت بيتك إلك حق تسجل. لا أنا قلت مو أغلب الناس من نسوي هيك مواضيع يخابر. نعم. عبالة على التقاعد العام. صح. فأنا إيش قلت له هاي وزارة التربية وهاي وزارة. صح. الصحة. صح. ما لها علاقة، هذا تقاعد ضمان هذا تقاعد عامة. إن شاء الله. هيك طيت مثال. إن شاء الله. بس خلي أقول لكم شغلة، إنه الفئة الخامسة اللي هو أعلى تقاعد عد التقاعد الضمان تسدد 87.5. إيش قد التقاعد مالتك؟ 1,750,000. وأنت بالشهر تروح تسدد 87. هاي هسه نجي نحكي حكينا بالاستقطاعات بالاضافه الى انه
الدولة راح تدعمك ب 15% وانت ال 5% عليك. نعم. هذا الضمان الاختياري. نعم. الضمان الاختياري. الضمان الاختياري ايش قد فترة السنوات؟ شنو ايش قد؟ ايش قد لازم حتى يطلع تقاعد؟ من ضمن القانون. أنا مثلا مشتغل 10 سنوات. صح. وهسه سجلت بالضمان الاختياري. عمرك مفتوح لان عندك عندك خدمة. لان عندي خدمة 10 سنوات. لكن اللي ما عنده خدمة ما يتجاوز العمر 50 لا ما له حق. اقصد راح انقلها تنقل تبقى لي فقط 5 سنوات تنقل. ميزه القانون الجديد لك حق تنقل خدمتك العماليه الى الخدمه الوظيفيه وكذلك الخدمه الوظيفيه الى الخدمه بالعكس يعني هسه مثلا الخدمه العسكريه. جيد. مثلا هسه نقول الرياض اللي هو 10 سنوات عنده خدمه بشركه. نعم. وتعين. نعم. يقدر ينقل خدمته بالقطاع الخاص. نعم. للتوظيف يقدر. هاي هم يقدر. الشغلة المهمة اللي أريد أقولها إنه مثلاً أكو شخص صار يعني يشتغل بالقطاع الخاص ومضمون أكثر من 15 سنة. وهو عمره أصلاً صغير. بعد يستحق السنين. أكو إحنا. مو لازم أي شرط العمر. قلنا شرط العمر شرط سنين الخدمة. أي. 63 أو 60 لازم خدمته 15 سنة. نعم. 58 للمرأة و60 للرجل خدمتهم 15 سنة وكذلك تدنى إلى أن توصل إلى مرحلة. جيد. بس المرأة 15 سنة وعندها 3 أولاد إلى حق تطلع بدون شرط العمر. شو بس للمرأة؟ الرجل عنده 3 أولاد. لا. لا شنو هاي؟ لأن هو الحيل والبركة غير هو يشتغل يقدر المرة 3 تراعيهم. إيش قد يسمح له إذا هو عابر هذه المرحلة عابر 15 خدمة بالقطاع الخاص؟ عادي الخدمة. إيش قد عمره ويسمح يطلع؟ العمر مفتوح هو لحد 60 إذا 15 سنة عنده عمره 60 سنة يطلع. أقل من 60 ما يصير. أقل من 60 لا إلا يتم 60 يلا إلا إذا كانت خدمته 20 ومقابلها العمر. أي. هي هاي. عادل. جيد. أنا أريد أسأل على الشراء الخدمة لأن أكو ناس قالوا يشترون 10 سنوات وأكو ناس لا 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 يعرف أعرف ما أنا دا أقوله حتى تصحح. أنا قلت لك أنت ما شاء الله عليك القانون. أنا كله مش أنا شو يصير عندي استفسار أجيك وأنت تعطيني الجواب. الخدمة اللي نقدر نشتريها. نعم. إيش قد مسموح نقدر نشتري خدمة؟ فقط. نعم. 5 سنوات. 5 سنوات. ما بيها. بشرط إنه يكون للتقاعد لأغراض التقاعد. يعني مو انت بعدك شاب وتشتغل وعندك خدمة 10 سنوات وتريد تشتري 5 سنوات لا يكون تريد تطلع تقاعد. طيب. وصلت 60 سنة وعندك خدمة 10 سنين ومحتاج 5 سنين لك حق تشتري 5 سنين فقط إلا لغرض التقاعد. عندك 13 سنة وصل عمرك 60 لك حق تشتري 2 سنين أعلى خدمة هي. أي. 5 سنين وهي أقصى حد هي 15 سنة فقط. نعم. للتقاعد. 60 سنة. طيب سيد خلود أنا اليوم سجلت بالضمان. نعم. وورا شهر صار لي حادث وتوفيت. يستحقون بشرط أن يكون مسجل بقاعدة البيانات. يعني رأساً ينحسب له تقاعد؟ حتى لو مسدد يعني مرة واحدة مسدد ينحسب له تقاعد؟ ترى هذه حتى بالقانون السابق. أنا ما أريد أظلم القانون السابق. إحنا. أي. تعديل. احنا عندنا اساس وعدلنا عليه. زين. القانون السابق موجود لكن السابق القانون السابق شو يقول؟ اذا كان يعني انه عامل وترك العمل. نعم. وتوفى بعد العمل ما يستحق بس واثناء العمل. ايه القانون الحالي يستحق. هاي شلون بس بوضحي لي اياها هاي يعني اذا هو ما خليت خصيصا لغير قناه ابدا. اي كل شيء ما خلي كل شيء راح اسالك. ايه اذا هو بالعمل وترك العمل. ترك العمل لأي ظرف. أي مريض مثلا. مريض. أي. ورا فترة وفاة يستحق الراتب التقاعدي. يستحق الراتب. بالقانون السابق ما كانت هاي المادة موجودة كانت إلا أثناء العمل. جيد. الآن بس حتى أركز بتفصيلة مهمة هي. نعم. آلية التسجيل. إذا سمحتي لي بس أعطيني الحقول حتى بس أطلع عليهن. أي حقول؟ الحقول مال آلية التسجيل مال بوابة أور اللي هي أول ورقة يمكن. أي آلية التسجيل. يدخل على بوابة أور راح يملي هذه الورقة. نعم. هاي طلب الانتساب إلى التقاعد الاختياري. إخوان تدخل على بوابة أور تكتب الضمان الاجتماعي بوابة أور راح يطلع لك هذا الكلام. راح يطلع لك هذا الكلام تكتبه طلب الانتساب مثل ما هو مكتوب طلب الانتساب إلى التقاعد الاختياري. أنت أم ربة بيت حتى من مضوج الست خلود ربة بيت قاعدة بالبيت وتريد يصير عندها تقاعد خياطة
مثلا واحد نجار، حلاق، اي شخص يدخل طلب الانتساب الى التقاعد الاختياري عبر بوابة أهر، راح يسجل الفئة الخدمة، الوظائف والتقاعد، مقدم الخدمة، وزارة العمل، تصنيف الخدمة الى اخره. هذه كلها يمليها، حقول تمليها، بعد ما يمليها وين يروح؟ ما يروح. زين هسه احنا يعني مو ملاها، صار بقاعدة بيانات. هاي الاحصائية الخاصة بتقديم العمال، عندنا مجموع الطلبات الكلية المقدمين 5294. خلال يا فترة هاي الفترة؟ فترة التعديل صارت. مجموع الطلبات المقبولة هي 3613. من 5000 بلغناهم انه مقبولة. جيد. عن طريق منصة أور يكملون الاستمارات البقية. جيد. مجموع الطلبات المفروضة 510. مجموع الطلبات التي تم إرجاعها للمواطن للتصحيح هي 1050، يعني بها خطأ بالبيان رجعنا لهي، يقدر يدخل مرت اللخ يشوف استمارته بها خطأ ومأشري له على موقع الخطأ، لازم يصححها. يصححها. جيد. سيد خلود، بعد هذه الورقة أو الاستمارة، نعم، راح تنحسب له خدمة؟ يعني راح يبدي ويتم الاستقطاع من تاريخ البدء، من تاريخ الطلب، يعني ما يحتاج يراجعكم؟ لا ولا يحتاج. بعد ما نكمل لازم نفتح له أو نسوي الهوية العامل المضمون اللي موجودة عندنا، أو ياخذ الآيبان، واحتمال ما يحتاج لأني الآيبان تنزل هيام عن طريق منصة أور ونكمل. وأنا قلت لك إن شاء الله بعد العيد إحنا داخلين على الأتمتة وبقوة إن شاء الله. نعم ننتظر بعد العيد وبقوة. هسا عندنا بشارتين حتى أحرق كل الأخبار الزينة. بشارتين، الأولى العيدية باكر، والزيادة واحد سنة. إذا الإدارة العامة وقفت وبعد، أنا بالنسبة لي حتى من حسابي نزل. تمام. وواحد سبعة راح تستلمون الزيادة اللي هو 700، فما دون لكم الزيادة 150,000 حسب الجداول ذكرت. بس أبو 350 الأدنى راح يستلم. يعني 150 مقطوعة. أبو 600 لا يطالبني بال 150. أبو 500 يخضع إلى معادلة، وإن شاء الله هم نعلن عنها قبل التلبية إن شاء الله. طلع لي بالمحصلة وما تفضلت به السيد خلود حيران، مدير عام تقاعد الضمان الاجتماعي. غدا سيتم إطلاق عيدية المتقاعدين البالغة 100,000 دينار إن شاء الله. نأمل أن يتم تطبيق زيادة العمال المتقاعدين المضمونين في مطلع تموز القادم. وفقا للقانون الجديد معظم أصحاب الحرف يشملون بالضمان الاجتماعي، وأيضا من الممكن نقل الخدمة من القطاع الخاص إلى العام وفقا للقانون، وإضافة الخدمة العسكرية والدخول تنفيذ الضمان الاختياري. بدأنا بالتنفيذ الضمان الاختياري إن شاء الله. وما نأمل، احنا ساعين وثابتين على تنفيذ الزيادة. انا اشكرك كل شيء. واحد سبعة تتقاضون المتقاعدين وعد مني الزيادة ان شاء الله. سيد خلود ما تقصرين، انا اشكرك جدا واعرف ظروفك ومشاغلك. شكرا لحضورك وشكرا لهذه المعلومات وهذه الابشارة. سيد خلود حيران اشكرك جدا. اشكرك لك لاهتمامك والمامك بالقانون. الحمد والتوضيح يعني اكثر من عندنا توضح الحمد لله. كل شيء اشكرك، يعني كل فضلك، هذا فضل معلوماتك. سلمك. كل شكر لكم مشاهدين الكرام، دمتم في أمان الله.